رايك ايه في وجود مدير فني برتغالي جديد للنادي الاهلي ريكاردو سواريز، وخاصه بعد فتره بيتسو موسيماني الناجحه للنادي الاهلي؟ عامه المدرسه البرتغاليه ناجحه في مصر وخصوصا في النادي الاهلي، انا زملكاوي بس المدرسه البرتغاليه بقت نمره واحد في مصر، بقت قبل المدرسه الالمانيه كمان. فده المدرب الاجنبي في اهلي وزمالك مش هينفع، لا اهلي وزمالك مدرب اجنبي ليه؟ لان هم دول بيستحملوا الضغط، ما بيسمعوش لحد، شروطهم من دماغهم، معاهم الطاقم الفني بتاعهم بيشتغلوا عليه. انما المدرب المصري اتغلب ماتش اتعادل ماتش مش هيستحمل الضغط وهيروح بسرعه. والله انا شايف ان السيره الذاتيه بتاعته مش قويه زي فايلر، بس متفائل بيها، شخصيه قويه وحاسس ان هو هيقدم حاجه حلوه الفتره اللي جايه ان شاء الله. نتمنى يسير على نهج مانويل جوزيه، لان المدرب الاجنبي بينفع مع الاهلي بسبب ان المدرب الاجنبي بيجي بطاقم الحراق بطاقمه معاه، فما بيحصلش مجاملات، لكن نتمنى التوفيق ويكون على يعني يمشي على نهج مانويل جوزيه. بصراحه شايف ان اللي عمله بوتسي موسيماني مش هيقدر يعمله مدرب زي ده، خصوصا في فتره الاهلي دلوقتي متخبطه مع مدير جديد، مع الهزائم اللي كل شويه في الدوري، فصعب جدا ان هو يقدر يقوم فرقه زي كده او فرقه الاهلي كبيره، وصعب انه هو يقوم بيها كلها.